بالنسبه ليا كان كان كنظن بان عززنا باتحاد العام لمقاوله المغرب كممثل القطاع الخاص وكممثل المقاوله المغربيه، وعززنا كذلك باربعه على اربعه ديال يعني ركائز نقاط اللي هما مهمين. داك العلاقه مع الحكومه، عززنا شراكه قويه ومع النقابات كذلك القطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين، وكذلك عززنا المقاوله كتمثيليه تاعها الجهويه والقطاعيه على صعيد الوطني وعلى صعيد الدولي، وكذلك عززنا بدور المقاوله كفعال اجتماعي وجمعوي بالنسبه للدور ديالو. وكنظن الى المسؤوليه اليوم الاجتماعيه ديال المقاوله زعما تعزات، وكذلك دور ديال المقاوله المغربيه والاتحاد العام لمقاوله المغرب كشريك للدبلوماسيه الاقتصاديه. كنظن الى هذا التعزيز في كما كنقولوا 360 دغري 360 دغري بالنسبه لنا الدور ديال هذه الولايه وصل لاتمه، وحنا انا والشركاء ديالي جد سعيدين وكنتمناو التوفيق للاخرين اللي جايين. المنهجيه اللي اختارينا نوفيصل هي منهجيه التواصل المباشر قبل بلوره ويعني اغلاق الاعضاء ديال الاتحاد العام لمقاوله المغرب في برنامج محدد. هذا التبادل بالطبع اعطى امكانيه على مستوى الجهات وعلى مستوى ديال القطاعات للتعبير، وذاك التعبيرات اللي فرزناها هي اللي فرزات هذا البرنامج اللي قدمناه، وصحيح انه كل واحد كيلقى نفسه فيه. اليوم كاين يعني انتخاب وكاين قرار. الهدف ديالنا هو اولا الحفاظ على بالطبع وحده الاتحاد العام لمقاوله المغرب. كانت هناك تصويت، انتهى التصويت، اليوم الكل يجب ان يضع اليد في اليد لكي يقوم بالذي يجب يقوم به، لانه لنا تحديات ولنا فرص. النقطة الثانية هو يعني ابتداء من غدا إن شاء الله غادي يبدأ العمل حول النقاط اللي حددناها. كنعرفوا بأنه البرنامج فيه 6 ديال المحاور، وفي إطار 6 ديال المحاور قلنا بأنه كان هناك تدابير ذات المدى القريب اللي خصنا نشتغلوا عليها في إطار الأولوية، على أساس أنه نعيد الثقة، لأنه كان جانب الثقة اللي مطروح وجانب كذلك إشكالية ضعف الاستثمار الخاص في بلدنا اليوم اللي هي مؤشر غير إيجابي، ويجب أن نعيد الدينامية ونعيد الثقة لدى الجميع وأساسا لدى المقاولة الصغرى المتوسطة باش نعيد النفس للاقتصاد الوطني. كاين كذلك المحاور الأخرى المرتبطة ب يعني المقترحات الهيكلية ذات الطابع الهيكلي، واللي في اطار التنظيم ديال الاتحاد العام والهيكله ديال الاتحاد العام غادي نمشيو في الاتجاه ديال انه غادي نحملوا هاد الملفات وهاد هاد المقترحات اللي كاينه باش نحققوها. هدفنا واضح في الافق ديال هاد 3 سنوات، هو اولا نعيد الثقه للفاعل الاقتصادي واللي في اتجاه الاستثمار. الهدف الثاني هي مواكبة كل المخططات الجهوية، ويجب على القطاع الخاص أن يكون مواكب لهذه المخططات الجهوية.
النقطة الثالثة هو التنافسية ودعم التنافسية وحل إشكاليات التمويل. الهدف الرابع هي استغلال يعني القطاعات الجديدة والواعدة، المواكبة كذلك على المستوى ديال بناء شراكات قوية مع عمقنا الإفريقي، وشراكات تساعد في الاتجاهين على بناء هذا يعني القواعد المشتركة. هناك بالطبع الجانب المرتبط بالتكوين وهو أساسي، التكوين المستمر وتحمل المسؤولية من طرف القطاع الخاص على مستوى التكوين. إذن مجالات متعددة بأولويات، برنامج محدد بأولويات، سنشتغل على أن تكوين أحسن فريق عمل ممكن، لأن هناك البرنامج وهناك كذلك الفريق، مع الاعتماد بالطبع على يعني مرتكزات اللي اليوم الاتحاد العام كيتوفر عليها على مستوى بالطبع التأطير الداخلي والعامل البشري الداخلي. إذن برنامج طموح لكن واقعي، إرادة للاشتغال بقوة، وكذلك هدفنا واضح أن القطاع الخاص يصبح قطاع من بين القطاعات يعني اللي كنعتمدوا عليها في السياسات العمومية. هناك ثلاث مرتكزات، هناك يعني السياسات الحكومية، هناك السياسات الجهوية، وهناك القطاع الخاص لمواكبة كل هذا. الهدف الأخير بالطبع يبقى خلق فرص شغل متعددة، لأن هناك إشكالية ديال يعني استيعاب الطلب على المستوى ديال السوق، وهناك كذلك تقوية تنافسية المقاولات، دعم الاستثمار، دعم المقاولة الصغرى المتوسطة، ودعم كذلك المبادرات الحرة، والاهتمام بالشباب المقاول، لأن هذا يعني كنز وفرصة بالنسبة لبلدنا على أساس أننا نطورها. إذن هذه هي التوجهات اللي غادي نخدموا عليها، هذا هو الفلسفة اللي غادي نشتغلوا بها. العمل في منطق فريق، دائما الفريق، ما كاينش الواحد اللي كيخدم بوحدو، ما كاينش شي واحد اللي كيقدر يحل المشاكل بوحدو. هذه ثقافة اللي يعني كتشكل قناعة. ثانيا هناك فرصة لكي يساهم القطاع الخاص، والمغرب في حاجة إلى قطاعه الخاص لكي يساهم في حل مجموعة ديال الإشكاليات. ثالثا هناك فرص يجب استغلالها، وهذا هو اللي غادي نحاولوا نشتغلوا عليه بقناعة، بقوة، بإرادة، وب كذلك نفس الفلسفة الإيجابية. اليوم خصنا نكونوا كاملين متحدين وراء الرئاسة الجديدة ديال الكونفدرالية العامة لمقاولين المغرب، وهي السي صلاح الدين مزوار، ونتمنوا له التوفيق.